اللي هنشوفه النهاردة قصة واقعية، أبطالها الممثلين اللي هيقدموا لنا القصص دي عشان يخلونا نتعرف على الواقع اللي بره بالتفاصيل اللي فيه. خلونا نشوف. أنا اسمي جاكلين. سلمى. ماريانا. ليلي. ندى. دلوقتي هنعمل تشيك إن. أنا حاسة إن أنا مرهقة. أنا حاسة إن أنا مستنزفة. حاسة بالضياع. حاسة بالقلق. مهمومة. متضايقة. حاسة بالوجع. متوترة. حاسة بالوحدة. حاسة بالألم. مرعوب. مبسوطة ومتحمسة. حاسة بالإهانة. أنا جاية هنا عشان أنا ما عنديش حد تاني يتكلم معي. أنا حاسة إن أنا مستغلة، قلت الحيلة، ضعيفة. عمي وابنه عايزين ياخدوا ورثي من بابا عشان أنا بنت وحيدة، وبابا ما كتبش أي حاجة باسمي ولا باسم ماما. طبعاً أنا أصغر وأضعف من إن أنا أقف قصاده. أنا مش هعرف أدخل في المشاكل دي. الحقيقة المجتمع نجح في أنه يرسخ في أذهان البنات الجملة اللي لسه متقالة، أنا أصغر وأضعف من أن أنا أعرف أقف قدام عمي واللي هو بيعمله. جملة غريبة جداً أن البنات بيرددوها بثقة كأنها حقيقة، لأن هم صدقوا الرسالة اللي وصلت لهم أن هم ضعفة وأن هم صغيرين وأن هم ما يعرفوش يطالبوا بحقهم. فكرة ترسخت واستسلموا ليها. الفكرة دي محتاج عليها شغل كبير جداً من البنات ومن الرجالة المقتنعين أنه ما ينفعش البنات يكونوا مصدقين عن نفسهم أن هم ضعفة وأن هم صغيرين، ما يبصوا ويشوفوا الستات المؤثرين في المجتمع، الستات اللي عرفوا يعملوا نقلة، لأن هم صدقوا أن هم بني أدمين. النوع مش بيتحكم في فكرة الشخص ضعيف ولا لأ، لكن فكرة الشخص عن نفسه هي اللي بتحدد إذا كان ضعيف ولا لأ. خلونا نسمع بقية القصة. أنا فعلاً رحت اتكلمت مع عمي عشان يمكن يعمل حاجة. قال لي يا بنتي ده شرع ربنا، بس المشكلة بقت أكبر من كده بكتير. أنا رحت اتكلمت مع ابن عمي عشان يحاول مع بابا. اتكلمنا مرة بعد التانية ولقيته بيقول لي بس أنا ما كنتش عارف إن أنت كبرتي كده وبنتي جميلة ولذيذة قوي كده، وإنه زي بابا كان حارمني من الجمال ده كله. أنا بصراحة كنت حاسة إنه شاب لطيف غير عمي خالص. أصلاً علاقتنا بعمي ما كانتش قريبة، يعني كنا تقريباً ما بنتقابلش وكانت كلها مكالمات. المهم إنه ابتدى يستدرجني ويستغل ده ويضغط عليا عشان يبقى فيه بينا علاقة جنسية، بحجة انه معجب بيا وانه يخلي عمي يتنازل وانه احنا نتجوز والفلوس دي تبقى بتاعتنا احنا الاتنين. قال لي انا محتاج ان انت تثبتي لي انك بتحبيني وانك مش عايزاني مصلحة. للأسف غلط، أنا مكنتش عايزة كده، كنت متضايقة جدا، كنت فاكرة إن هي مرة وخلاص، بس هو فضل يطلب تاني كتير، فضل يحاول تاني واتفاجئت بقى إنه خاطب، أصلا خاطب. ولما واجهته قال لي ده بابا هو اللي اختارها لي، أنا ما بحبهاش، أنا بحبك أنتي، بس ولا هو بيفك الخطوبة ولا بيجيب لي حقي ولا حتى أكلم بابا عشان يتجوزني. ما عرفتش أقول لحد ولا حتى ماما، وحاسة بالقرف من نفسي، مش عارفة أكمل حياتي إزاي، مش عارفة إزاي ممكن أجيب حقي ومخسرش نفسي، مش عارفة أعمل إيه. أقولك تعملي إيه؟ أنا لو منك أسجله مكالمات وأبعتها لخطيبته وعمك. ممكن تشاركيني أنت إيه اللي خلاكي تقولي لها كده؟ صعبت عليا مسكينة بصراحة. أنا مش موافقة إن البنت مسكينة،
أنا موافقة إن هي تعرضت لاستغلال، ولأنه الثقافة بتسود أكتر في فكرة إنه الورث ما يطلعش بره لناس غريبة، والبنت هتروح تتجوز راجل من بره فالورث يروح لهم، وده عكس الشرع. يعني الشرع بيديها حقها، لكن المجتمع والعرف أوقات بيبقوا أقوى من الشرع ويفرضوا حاجة تانية. البنت تعرضت صحيح لاستغلال من ابن عمها، بس هي بلسانها قالت إنه بقت شايفة إن هو إزاي بيتلاعب بيها، إن إزاي هي اكتشفت إن هو خاطب وفضلت مكملة ومستنية حاجة من برة تحصل، عشان هي مصدقة عن نفسها إنها ضعيفة، عشان هي مصدقة إنها ما تعرفش تاخد حقها. هي محتاجة تصدق حاجة تانية عن نفسها، محتاجة تصدق إنه حقها، هي محتاجة تبذل مجهود في إنها تعرف تاخده، ما تفضلش مستسلمة لفكرة المجتمع اللي هي اشترتها وبقت متبنياها لدرجة إنها بتأكدها أنا ضعيفة، أنا ما أعرفش أخد حقي. ابن عمها صحيح تجاوز في طلبه وفي استغلالها، بس هي كمان محتاجة تتحمل مسؤولية الخطوة اللي عملتها، ما تفضلش بتلعب ضحية، محتاجة تشوف هي عايزة تعمل إيه وده طالع من أنهي قيم من عنده. وافقت على الصفقة بتاعت أدي لك جسمي في مقابل إن أنا أخد ورثي. شوفي إيه القيمة اللي بتحركك، إيه القيمة اللي تحبي تعيشي من خلالها، مستسلمة ولا مسؤولة، ضحية ولا مسؤولة؟ أنت بس اللي تقدري تحددي أنت عايزة تعملي إيه. بعد ما تغيري طريقة تفكيرك وتشوفي اللي أنت مصدقة عن نفسك ده فعلاً حقيقة ولا مجرد فكرة تبعتلك وأنت اشتريتيها. كمان النقطة اللي قلتيها إنه أنا مش قادرة أقول لحد حتى ماما. أوقات الأشخاص اللي بيستغلوا ناس تانية بيبقوا عارفين إنه الناس دول لوحدهم. صعب تفضلي في مشكلة كبيرة زي ديت وإنتي ما عندكيش مصدر بيساعدك. فكرة إنك مسجونة بإنه أنا ما أقدرش أقول ده هيخليكي عرضة للاستغلال أكتر، هيخليكي بتغرقي أكتر في الحفرة اللي إنتي وقعتي فيها. إنتي محتاجة تروحي تكلمي حد وتثقي فيه، محتاجة تروحي تلجأي لمحامي وتاخدي حقك بطريقة شرعية. فكرة الاستسلام للضعف بيخلي الآخرين يستغلوا أكتر اللي انتي موجودة فيه. انتي محتاجة تعملي دورك تجاه نفسك.